السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله حنعمل تعطير وتبييض الجسم في نفس الوقت بعد الاستحمام، بعد ما نستحم ونخلصه كده وخلاص ونشفه كده جسمنا. حنعمل هاد الزيت، هذا المعطر للجسم بيبيض وبيعطي نعومة للجسم وبيعطر، يعني ثلاث ضربات في ضربة واحدة. هنحتاج فيه زيت الأطفال، في جونسون في أنواع كتير من زيت الأطفال، أي زيت الأطفال كان موجود. هنحتاج جليسيرين سائل، جليسيرين معروف بيبيض وبينعم، يعني في نتائج كتيرة. وهنحتاج زيت جوز الهند. هنعمل كده، عملت هعمل اتنين، انا عملت كده 2 ملاعق بتاع الزيت بتاع الجليسيرين على 2 معالق تاع الزيت جوز الهند مع 2 معالق بتاع الزيت زيت الأطفال، يكون كده متساويين، 2 2 2 معالق كبيرة كده مع بعض. كده حنحطوه كده لما كده نغلق الاستحمام وكل التحم وكله، حنحطوه على جسمنا. وفي كتكاتيب بتاع الحريم، يعني في كتير اللي بتكون في المؤخرة بينوض فيها حبوب، وبعض الحبوب بعدين بيصبح اسود، يعني تكون يعني شكلها يعني مالا ما هو حلو، شكلها يعني فظيع. هاد الخلطة، هاد الزيت هذا بيشيل الحبوب وبيشيل الاسود من المؤخرة، يعني اي منطقة يعني تكون فيها اي حاجة، يعني الدبوغات ولا اي حاجة في الجسم. هذه وصفة مرة حلوة، وريحتها ريحتها مرة حلوة، بنمسكها كده بنعملها كده في قارورة، في قلعة كده، في اي حاجة كده تكون نظيفة معقمة، ونحطها في الحمام ونخلصه ناخذه ونعمل على جسمنا كله كله نحتاجنا، بتنعم وبتبيض في نفس الوقت، وريحتها يعني ريحتها مرة مرة حلوة. يعني إن شاء الله أنا متأكدة بأنها حتعجبكم هاد الوصفة هذه، ويعني اعملوها في كل حمام، كل ما تستحم واعملوها عشان لغاية ما تلاقوا نتيجة. وهي عشان الواحد ضروري يخلي جسمه معطر، يحب لا المتزوجات ولا غير المتزوجات، أي واحدة بتحب يكون جسمها على طول معطر وفي نعومة وفي بياض. هذه هي وصفة اليوم، وصفة تعطير وتبييض الجسم بعد الاستحمام. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا جيم وتعملوا اشتراك في القناة لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو قادم إن شاء الله.